طيب يجي لنا سؤال في الامتحان what are the types of carriers، عايز انواع الكاريرز، هروح كاتب النوع وبعدين تعريف بسيط جدا لي ايه types of carriers. في كاريرز مش مكتوب عندنا في الشريحه اللي هو الانكيوباتوري، اللي هو في فتره الانكيوبيشن اللي هي من اول دخول الميكروب لغايه ظهور العدوى. تاني حاجه convalescent carriers، ده الناس اللي هم خلاص الاعراض بدات تختفي والعلامات، لكن مازال يقدر يعمل شيدنج الفيروس او البكتيريا ويعدي الناس. convalescent carriers are those who recovered from the disease but still can transmit the infection to others. زي مين؟ زي في حاله الكوليرا. طيب عندنا كمان chronic carrier وintermittent carrier، يعني حسب المده العدوى او يقدر يوزع العدوى دي في فتره صغيره ومتقطعه ولا ممكن يقعد فتره طويله شهور سنين. في كرونيك كاريرز ممكن يقعد شهور او سنين، قد يصل الامر في بعض الامراض زي في حاله الايدز لعشرات السنين. يبقى الكرونيك كاريرز may continue to have organisms present for very long period of time، فتره زمنيه طويله زي في حالات التايفويد الاتش سي في او الاتش اي في. الانترميتنت كارير ده فتره زمنيه بسيطه جدا، هو بيريوديكالي شيد اورجانيزم زي في حاله الميرسا.